أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في الآونة الأخيرة تقوم بعض القنوات وكذلك مواقع الإنترنت بنشر مقاطع صوتية لفضيلتكم جزاكم الله خيرا، لكن يقومون بوضع إيقاعات ونغمات موسيقية ويضعون صورا خلال نشر ذلك المقطع، هل من نصيحة في ذلك أثابكم الله؟ جزاك الله خيرا، وجزى الله الإخوة الذين يقومون بنشر هذه المقاطع، رجاء نفع المسلمين إذا تحروا فيها الصواب وأخلصوا لوجه الله جزاهم الله خير الجزاء. لكن عند وضع هذه المقاطع المشتملة على ذكر الله والمواعظ أو المشتملة على العلم، فأقول لا يجوز وضع الموسيقى معها، ومن فعل ذلك فإنه آثم شرعا، وإثمه أعظم من إثم من يجعل الموسيقى مجردة، لأن هذا فيه تهكم بكتاب الله والوحي وما بني على الوحي من المواعظ ومن الأحكام، فلا يجوز خلط الحق بالباطل. وكذلك أيضا صوت الآهات وإيقاعات الدفوف، هنا أمر نحب أن ننبه عليه، أن البعض يجاري أهل الغناء. أهل الغناء عندهم يتكلم الرجل فيزينون كلامه بالموسيقى، يرون أن الموسيقى تجمل، ولكن كلام الله جميل بنفسه، والوحي يستمد قوته من نفسه، لا يحتاج إلى موسيقى ولا إيقاعات ولا آهات. فأوصي هؤلاء أن يتقوا الله وأشهد الله وملائكته وخلقه على أني بريء منهم مما يصنعون. كتاب الله وكلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام لا يخلط به الموسيقى، ومن فعل ذلك فهو آثم شرعا. وأما الآهات، عجيب والله، ديننا ما هو دين أحزان ولا هو طقوس الأحزان كما يفعل بعض أهل البدع، يعيشون حياتهم كلها وهم يبكون ويتباكون ويضربون صدورهم، هذا ما هو بدين الله ولا هو بشرع الله. شرع الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الحكمة، وهذا اللغط والصياح أثناء الذكر مخالف للشرع. يقول الله في كتابه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. إذا جلس الإنسان في مجالس الذكر ومجالس الوعظ ومجالس العلم فعليه أن ينصت. هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وقام شخص يترنم بالأناشيد؟ هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد مبشر، وهو شاهد على أمته ومبشر بما عند ربه، منذر بما عند ربه، وحوله من يترنم بالأناشيد؟ هل وجدتم هذا في سنة صحيحة؟ ألا نتقي الله عز وجل؟ من يفعل هذا فليعد جوابه بين يدي الله عز وجل. لا نصلح الأمة بالاجتهادات التي لا أصل لها من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من يجتهد هذه الاجتهادات سيقف بين يدي الله ويسأله، وهذه سنة أقول سيئة، لأن تذهب رونق الوحي. البعض يظن أن الوحي بحاجة إلى أصوات الرعود والبروق، لما يأتي بقرآن يريد أن يسمع القرآن فيأتي بأصوات الرعود والبروق. الرعود والبروق لا تساوي شيئا أمام عظمة القرآن. أي رعود وبروق؟ الرعود والبروق ما تستطيع تهد الجبال، ولو نزل القرآن على الجبل لندك من خشية الله عز وجل. فلسنا بحاجة إلى هذه الأمور. والذي يريد أن يقول أن هذا اجتهاد شرعي وتسجيل إسلامي فعليه أن يسير على نهج الشرع، وليفرض ما عرفناه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الصالح. أما أن نتبع الغير كلما رأينا عندهم شيئا جلبناه إلى الشرع بطريقة أخرى، كيف يستقيم أن شخص يعظ الناس ويأتون بصوت شخص؟ سمعت بعض المقاطع جاءني بها بعض الإخوان، والله تألمت، وما كنت أظن أن إنسان عاقل فضلا عن إنسان ينتسب للخير يفعل هذا. تتكلم بالأحكام الشرعية واحد يصيح مثل الأحزان، مثل الترجيحات، حقيقة والله شيء يدمي القلب. بهاء الوحي وجمال الوحي،
يضيح بشخص يصيح لو أن خطيبا قام يخطب في الناس وقام واحد وراءه يقول هل يليق هذا؟ شيء ممجوج لا يليق لا طبعا ولا شرعا. فلا ينبغي علينا أن نتجاوز الحدود الشرعية، لا يجوز لنا أن نتجاوز الحدود الشرعية. هذا طريق سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وسلكه الخلفاء الراشدون من بعده، وأئمة الإسلام ودواوين العلم، فينبغي علينا أن نسير عليه. قال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الوحي يترك كما هو، والذي يريد أن يجتهد في أمور أخرى يخرج عن الوحي. أما الوحي ووعظ الناس توجيه الناس نقتصر فيه على ما ورد. وأذكر هؤلاء بالله عز وجل أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يجعلوا في المواعظ ولا في التوجيهات ولا في الكلمات إضافة أيا كانت هذه الإضافة، فهذه كلها أمانات ومسؤوليات يبتلى بها العالم ويبتلى بها طالب العلم ويبتلى بها الواعظ ليؤديها كما سمع. نسأل الله بعزتي وجلال أن يرزقنا السداد في هذا. وأنا أقدر من الإخوة جزاهم الله خير حرصهم على نفع الناس، وأقدر منهم جزاهم الله خير حرصهم على إفادة الناس، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر تاما كاملا. لكن من بعد اليوم لا أبيح لأحد أن يفعل هذا الفعل في المقاطع التي يذكرها. يقتصر على ما عهدناه وعرفناه من الوعظ والتذكير بالله عز وجل بالطريقة الواردة. وأما الصياح واللغط والأناشيد وآلات العزل والدفوف وما يجارى مجارة الدفوف والإيقاعات، هذه كلها من المحدثات التي أغنى الله بها الحق وأهله. ميزة الحق أنه يستمد قوته من ذاته، ما يحتاج الحق إلى أحد، لأن قوته بذلك. وذلك قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل. وزينة الحق أن نعمل به، وزينة الحق أن نتقبله ونرضى به. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يرزقنا الثبات عليها.